فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه. نعم، ومما يدل على منع المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم أن المسلمين لما ذكر النبي أو لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الله عوضهم وأبدلهم خيرا من أعياد الجاهلية تركوهما بالفعل، تركوهما بالفعل، فلم يبقى أحد من الصحابة يحتفل بعيدي الجاهلية. وهذا الترك النهائي دليل على المنع، على أنهم رأوا أن هذا منع من المشاركة في أعياد الكفار. وكان على هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه أنهم تركوا أعياد الجاهلية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم. ففهموا من هذا المنع من البقاء على أعياد الجاهلية والاكتفاء بأعياد الإسلام. نعم. قال: ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوقة أو متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. كما ذكرنا أن كون المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركوا العيدين الجاهليين تركا نهائيا وانتقلوا إلى عيدي الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا دليل على هجر أعياد الجاهلية وترك أعياد الجاهلية، لأنهم فهموا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم، إن الله قد أبدلكم. ففهموا من هذا أنه لا يجوز البقاء على أعياد الجاهلية. نعم. قال: ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. نعم، الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء تركوه بالكلية، وإن كانت نفوسهم قد تعلقت به وألفوه وعاشوا عليه فترة من الزمن، فإنهم لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يتركونه تركا نهائيا لقوة إيمانهم، وليس ذلك إلا للإيمان، هو الذي ينقل النفوس من محبوباتها ومألوفاتها المحرمة إلى المألوفات والمحبوبات الطيبة. أما في غير الإيمان فلو تجمع الملوك، ملوك الدنيا بسطوتهم وسلطانهم وقوتهم على أن ينقلوا الناس مما اعتادوه وألفوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما يكون هذا إلا بالإيمان. وهذا هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم ينتقلون بسهولة وبدون التفات إلى أعياد الإسلام وترك أعياد الجاهلية التي ألفوها وعاشوا عليها وعاش عليها آباؤهم وأجدادهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعنى بالمحرم إلا هذا. نعم، ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا يعني نهى عنه نهيا جازما فإنه يكون محرما. وكما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء تركه الصحابة نهائيا، ولو كانوا يألفونه ويحبونه في الأول ويأنسون به، لكن إيمانهم وامتثالهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلهم بقوة عن ذلك. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه ميزة الإيمان، وهذا فضل الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لامتثال أوامر الله وأوامر رسوله، فيجب الاقتداء بهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه.
نعم فهو المطلوب. نعم، من 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 رجع إلى عيدي الجاهلية وأحيا شيئا منهما ولو يسيرا فإنه قد عصى الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أو جاء بما هو أشد من النهي، وهو قوله إن الله أبدلكم، إن الله أبدلكم، والبدل معناه النقل من شيء إلى شيء وعدم العودة إلى المنقول عنه.